البيتكوين فقاعة. البيتكوين هي المستقبل. استثمر في البيتكوين لتصبح مليونيرا. لا تستثمر في البيتكوين كي لا تخسر أموالك. عبارات متضاربة نسمعها بين الحين والآخر ويرددها كثيرون في عالمنا الواقعي والافتراضي. ما سر انتشار العملات المشفرة واسعا في العالم وما قصتها مع البنوك المركزية؟ العملات المشفرة وصراعها مع النظام المالي موضوع حلقتنا اليوم في بصمة معرفة. أهلا بكم في بصمة معرفة. العملات المشفرة وأشهرها البيتكوين التي تعتمد على خاصية البلوكتشين البعيدة عن رقابة السلطات النقدية أحدثت ثورة في العالم الرقمي، فبنيت عليها عملات مشفرة كثيرة فاقت 6000 وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في عام 2021. دعونا نبسط الأمر. بداية، العملة الرقمية للبنوك المركزية أو ما يعرف به Central Bank Digital Currency تصدر عن بنك مركزي للدولة، فهو يتحكم في إقرار حجم إصدارها وتطبيق نظام لإدارتها بصورة مماثلة للعملة الورقية. كما لا توجد سرية لهويات المتعاملين بها، ويمكن للبنك المركزي للدولة تتبع جميع التعاملات على العملة الرقمية. أما العملات المشفرة أو ما يعرف بكريبتو كورنسيز فيتم إنتاجها من خلال ما يسمى عمليات التعدين للوصول إلى رقم فريد من نوعه باستخدام القوة الحوسبية العالية وكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لحل عمليات حسابية معقدة جدا. هذا النوع من العملات لا يخضع لجهة مركزية مثل البنك المركزي، ويتحدد تماما بقوة العرض والطلب في السوق، ولا يحتاج استخدامه إلى تصريح من أي جهة. فهذه العملات متاحة للجميع وتتوافر سرية هويات المتعاملين، وهذا تحديدا منحها زخما بين الناس متجاهلين مخاطرها. تجاهل الناس هذه المخاطر دق ناقوس الخطر لدى الحكومات وكبرى المؤسسات المالية، ما أدى إلى تصاعد الاهتمام الدولي بالعملة الرقمية للبنوك المركزية التي ركزت أيضا على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الجرائم والإرهاب. ففي عام 2020 كان البنك المركزي في جزر البهاماس أول بنك يطلق عملة رقمية مدعومة من الدولة سان دولار. وفي عام 2021 بدأت الصين بالمرحلة التجريبية المتقدمة لإصدار اليوان الرقمي. أما دول أخرى فاعتمدت البيتكوين عملة قانونية. في السلفادور أول دولة في العالم تبنت في سبتمبر عام 2021 تداول عملة البيتكوين رسميا وسيلة للدفع، فيما تدرس حكومات أخرى طرح عملتها الرقمية للبنوك المركزية الخاصة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إضافة إلى دول عربية مثل مصر والإمارات والمغرب. هذه العملات تساعد الحكومات على توفير أنظمة دفع أكثر سرعة وأماناً. إذن هو سباق في فضاء العملات الرقمية، طرف يحاول الحفاظ على نظام مالي مركزي في العالم، وآخر يرى في اللامركزية المستقبل المالي الآمن. فأي طرف سينتصر في النهاية؟